عملي لوحدي ابدا ما يخليني احس انه انا وحيد بالشغل اللي انا اسويه. ممكن يكون في بريشر اكثر علي، ممكن يكون في ضغط اكبر، ممكن يكون في يعني كميه عمل اكبر اكيد، غير لما تتوزع على 5 اشخاص مثلا كباند وتكون على شخص واحد هو اللي يكتب، هو اللي يلحن، هو اللي يعزف، هو اللي يغني، هو اللي يسوي الميكس اند ماسترينج. Take you home, my little bee. I give you freedom. There is nothing you need. انا موسيقتي تقريبا للناس اللي يحبوا يفكروا برا الصندوق. ممكن بعض الاحيان موسيقتي تروح للناس الهادية، فيمكن اغلب الاغاني حقتي هاديه شوي رايقه، علشان كذا اخترت آلة الجيتار، بدأت الاكوستيك جيتار لانه مره هادي ومره حلو. وما زال قلبي يريد المحال، وقد عاد عقلي للقلب اتكال. الا يا حبيبه فاين الوصال لأكرم حبي وقوف ارتجال. ألا يا حبيبة فأين الوصال لأكرم حبي. الموسيقى يعني دائما ما تاخذني من العالم اللي أنا فيه، سواء كان عالم حلو، سواء كان عالم كويس، أو سواء كان عالم كئيب أو عالم حزين.